كل المرشحين في منهم الشاب قوي واللي بيمثل الحل القديم، في الهجومي قوي وفي المندفع شويتين، وفي النص في حسام البدري. في أسباب كتير تميز حسام البدري عن باقي المرشحين لتدريب الفراعنة. أكتر المرشحين معرفة بالجيل الحالي، شخصية حازمة تقدر تفرض الانضباط، نجح تحت الضغط الجماهيري، متوازن بين الدفاع والهجوم، على دراية تامة بدهاليز قارة إفريقيا. لكن القصة مش كلها إيجابية، وأكيد في سلبيات. تجربة البدري الوحيدة مع المنتخبات ما كانتش ناجحة، وبما إنها كانت من فترة واكتسب بعدها خبرات أكبر فمش لازم تكون المقياس.